هذا القفل جا الاخوان الى خليناه البصله مع القوالو. اذا هذا خصو يتحيد. نجيو ليه هنا بحال هذا الشكل. بسم الله. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه، نجوز عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله يا ربي انسى غير الشفر ولا الغداء والحوت ان شاء الله بحول الله. خليكم معنا. السلام عليكم الاخوه الاخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وكل شيء يكون بصحه جيده. تحيه للمتتبعين ديالنا في الوطن العربي، تحيه للجاليه المقيمه بالخارج، تحيه للمتتبعين ديالنا اينما كانوا. هذه الايام تبارك الله يا ربي راها داخله الفصل الرابع. الفصل الرابع عندنا يدخل بالنسبه للفلاحه يدخل واحد في شهر ثلاثه، هذا هو الفصل الرابع. هذه الايام تبارك الله طيح الشتاء ودخول الشمس، طيح الشتاء ودخول الشمس، يعني جايزه واحد الايامات تبارك الله زوينه بزاف. اللهم لك الحمد على النعمه رب العالمين. ان شاء الله يا ربي هذا النهار هذا الاخوان رحنا بنقشوا البصال نحيد لهم الربيع والنقشم. دخل لهم الربيع، الربيع يطلع في اي بلاصه، عندي الربيع هنا في البصال خاصني نحيدوا منهم والنقشم باش البصال يزيانوا ويتمالوا ويقولوا البصال مزيانين، ما خلوش من هذا الربيع. على بركه الله وخليكم معنا.
نحيدوا الربع بحال هذا الشكل ونخدموا على البصل ونحيدوا لا كاين شي الوراق اما يكونوا صفر يابسين واحد شويه او يكونوا في الارض حتى هما نحيدوهم شي ورقه تكون واصله للارض كما هذه هي واصله للارض كاين الوراق اللي واصل للارض نحيدوهم ونحيدوا القفلوج الى سيبنا شي وحده فيها القفلوج راه نحيدوه هادشي اللي كاين لان القفلوج الا خليته في البصله ما لقي والو واذا حيدت له القفلوج راه تبارك الله الكبر ولقي البصله لان يعني كاين بصل يكون فيه من القفلوج هذا هو القفلوج الاخوان اللي ما عرفوش القفلوج هذا هو القفلوج اولا يطلع في الوسط البصله في الوسط ماشي في الطرف لان في الطرف يطلعوا على الوراق في الطرف هذا يطلع في الوسط ويقي من هنا النواره يعني هما يقي الزريعه باقي الا خليناه دابا يكبر هما بيفتح ويقي زريعه كبيره من هنا يعني يقي النواره باين ها البصله طالعه معها عاديه الورقه عاديه هو شوف راه داير النواره هذا القفلوج الاخوان الا خليناه البصله ما القي والو هذا القفلوج هذا يهبط من هنا من راس تلصال البصله ويبقى على العود هو تلصال يعني البصله ما القي والو اذا هذا القفلوج هذا خصنا ضروري نحيدوه نحيدوه من يكون صغير منين نحيدوه يكون صغير البصله تبارك الله يربي يلقي البصله اذا هذا خصو يتحيد نجيو ليه هنا بحال هذا الشكل ونحيدوه ها نحصر عليها نقرضوه من هنا بحال هذا الشكل ها نقرضوه هذا هو القفلوج اللي ما صلحش يبقى في البصل هو هذا اللي تشوفه هذا ما صلحش يبقى بنادم ما يراقب البصل ديالو بل القفلوج يحيدو و الى حيدو البصله تجي مزيانه هادشي اللي كاين بنادم الى خلاه البصل ما يقيو شي ها انت هذا القفلوج الثاني فاما يبان لك شي البصله طالعه ويبان لك النواره في الراس عرفو قفلوج يعني باين ها القفلوج هذه ما فيها والو البصل عاديين وهذا طالع في الوسط يعني واضح باين القفلوج ها هذا خاصو تا هو يتحيد من هنا منين نحيدو هذا مايا البصله ازيان
الا خليته ما تلقي والو البصله. Thank you.
صافي تبارك الله وصل على النبي. هو الشفرول ديالي وجد دابا نقيلو البيضه. بسم الله. كما شفتوا الاخوان هذا النهار هذا تبارك الله ربي قايل مشمس يوم الربيع هذه اللهم لك الحمد. حنا راحنا نقينا البصل داكشي ولا اروع بصل اي حاجه يصلح لها النقاء وديما نقول للمتتبعين حنا الله يعطيها الصحه ولذتنا الغذاء الله يعطيها الصحه. المتتبعين ديالنا مشكورين بزاف على التعليقات ديالكم على اللايكات ديالكم على اي حاجه اللي جي من عندكم. تبارك الله عليكم ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. والحبايب ديالنا هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار. نتمنى من الله دائما يلقاكم احسن الاحوال واحسن الظروف. ما تنساوش لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. على الحبايب ديالنا بسلام عليكم نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله يا رب. كاين على الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله عليكم اعانكم الله.